بسم الله الرحمن الرحيم. المتحدث إليكم الأستاذ الدكتور علي عباسي، أستاذ السكر والغدد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ورئيس الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر والبدانة. وبالمناسبة دي أنا بكلمكم، وده المؤتمر 22 لهذه الجمعية. أنا نفسي بس أقول لكم حاجتين مهمين. أي عائلة فيها سكر من فضلكم خلي بالكم، مش بس من ضبط السكر، لأن ضبط السكر ده مهم عشان المضاعفات نتجنبها، سواء كان النوع الأول أو النوع الثاني. أدي واحد. الحاجة الثانية، ندور على مرض الغدة الصماء، مرض الغدة الصماء في جميع المرضى اللي عندهم سكر. مرض الغدة الصماء سواء كان زيادة في النشاط أو انخفاض في نشاط الغدة الدرقية، وكل واحد له أعراضه وله مشاكله، فمن فضلكم دوروا على ده، وخصوصا السيدات اللي عندهم سكر من النوع الأول المقبلين على الحمل، لازم يدوروا على مرض الغدة الدرقية فيهم. ليه؟ لأنهم معرضين لانخفاض في نشاط الغدة الدرقية، وده بيأثر على الحمل وقد يؤدي إلى إن هي الجنين ما يقعدش وينزل، ما يكملش الحمل بتاعه. وشكراً.